في بث لقناة الجزيرة مباشر ظهر خلف صحفي القناة القطرية طفل فلسطيني وسط أنقاض المنازل من غزة بلباس قميص المنتخب الوطني المغربي، كما تلاحظون يحمل رقم 7 الخاص باللاعب المغربي حكيم زياش. حظيت هذه اللقطة بتعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وكانت هذه بعض تعليقات المتابعين. ياريت ينضم لشي فرقة مغربية مثل ما حدث لطفل الحوز مع ريال مدريد. وتعليق آخر، كانوا دايرين شاشات كبار وكيشجعونا في كأس العالم، أكثر شعب فرح لينا الله ينصرهم. وتعليق آخر، حسيت بحال شي رسالة كتقول لينا راحنا منكم ما تنساوناش، اللهم انصرهم، اللهم أرينا عجائب قدرتك على إسرائيل. وفي هذا التعليق، هاد الولد حطمني، أقسم بالله بكاني، هاد الناس كيبغيونا من قلبهم، ما نساش المونديال، مساكن كيفاش عاشوه معانا، كيحز في القلب نشوفهم هكذا، القلب تيبكي. اللهم ارزقهم الثبات وبارك في إيمانهم وصبرهم يا أكرم الأكرمين.